بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يا أذان الله ناداك البقيع، قم أغثني فدمي هدرا يضيع، للمنارات ترى الحال الفظيع، هدمت فوق ضريح البسملات، نادبات نادبات يا قبور النادبات. أبيات للشاعر علي عسيلي الله يحفظه العاملين. يا أذان الله ناداك البقيع، قم أغثني فدمي هدرا يضيع، للمنارات ترى الحال الفظيع، هدمت فوق ضريح البسملات، هدمت فوق ضريح البسملات، نادبات نادبات يا قبور النادبات. يوم شهادة الحسن نادبات. أيها الموتور، كم جار الزمن، صرتم في غربة وسط الوطن، مرة ثانية سم الحسن، مرة ثانية سم الحسن، ورموه بسهام غادرات، ورموه بسهام غادرات. نادبات نادبات يا قبورا. عيدها بعد مرة، يستاهل. أربع أئمة عندنا. أيها الموتور، كم جار الزمن، صرتم في غربة وسط الوطن، مرة ثانية سم الحسن، ورموه بسهام غادرات، ورموه بسهام غادرات. نادبات نادبات يا قبور النار. عيدها أربعة أمة. كلما طال النوى طال الأنين، آه فامسح قلب زين العابدين، ما كفى الطف وأسر الظالمين، قبره حوصر من كل الجهات، قبره حوصر من كل الجهات. نادبات عيدها بعد مرة. وعلى من خص قدما بالسلام، باقر العلم الإمام ابن الإمام، خاشعا مستعبرا صلى الحمام، فمتى في صحنه تحيي الصلاة، فمتى في صحنه تحيي الصلاة. نادبات نادبات يا قبور النادبات، نادبات نادبات يا قبور النادبات. شروا الدنيا بحب الدانق، واصلوا ظلم الكتاب الناطق، سيدي فانهض بثأر الصادق، لم تزل في داره نار الطغاة، لم تزل في داره نار الطغاة. نادبات عيدها بعد مرة. أربع أئمة يستاهلون. يا قبورا، أربع يبكون عين الثقلين،
أربع يبكون عين الثقلين وهم في اللحد يبكون الحسين وهم في اللحد يبكون الحسين ظل مطروحا ودام الودجين ضاميا يرجوك يا ماء الحياة أبو صالح ضاميا يرجوك يا ماء الحياة نادبات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. ليلة ختام مجلسنا يوم شهادة الإمام الحسن حصة الرثاء الليلة أكثر من حصة المحاضرة يعني حصة لا بأس بها للرثاء باعتبار مصرع الإمام الحسن عليه السلام. بدأنا بكلمة حسنية في حق مولى الموحدين قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون بعلم أو بعمل وقلنا بأن هذه الخطبة أو هذه الكلمة موجودة في كتب كل المسلمين جيد والكلام في السبق أخذنا أو السبق أخذنا إلى القرآن الكريم وقلنا أول محور أو أول قسم من الأقسام اللي القرآن استعمل بها هذه المادة سبق في الزمان وجئنا ببعض آيات ذلك وتوقفنا عندها في الليالي الماضية مثل آية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وآية السابقون الأولون اللي جرتنا لكلام حسن آخر أيضا في علي عليه السلام واللي في هذا الكلام أو في هذه الخطبة اللي كانت بحضور معاوية اللي كذب بها على الإمام الحسن عليه السلام والإمام تكلم وبيّن كذب معاوية وبيّن حق أهل البيت عليهم السلام حتى في السلطة الظاهرية مو فقط في الإمامة الإلهية حتى في السلطة الظاهرية. إخواني أكو مشكلة أقولكم شيء قبل لا أبدي بسرعة وما أعرف شون الليلة ويا الثواني والدقائق أكو مشكلة ذولا غيرنا هسا ما أدري هم ما فاهميها لو فاهميها ويدلسون ويشوشون على الأذهان ما أعرف حقيقة يو بعضهم هالشكل يو بعضهم هالشكل ما أعرف أنه يقولون على ابن أبي طالب إذا إمام بالنص مثل ما تقولون شلون قال دعوني والتمسوا غيري وهاي موجودة في نهج البلاغة بعد قتل الثالث قال دعوني والتمسوا غيري إذا إمام بالنص شلون يقول التمسوا غيري ويقولون أيضا إذا الحسن إمام بالنص شلون يتنازل عن إمامته لخصمه احنا نقولهم بابا انتوا ما قاعد تفرقون بين امرين بين سلطة ظاهرية هي وسيلة لإحقاق الحق ما قدرنا ناخذها ناخذ طريقة اخرى لإحقاق الحق من خلال الطريقة الاخرى احنا نفرق بين سلطة ظاهرية على ابن ابي طالب عبر عنها ان امرتكم اهون عندي من هذا النعل هاي إن إمرتكم أهون عندي من هذا النعل مو الإمامة الإلهية اللي آخر ما حصلها إبراهيم ذيك وين هاي وين ذيك إبراهيم حصلها برا 60 سنة نبوة حصل إمامة إني جاعلك الناس إمامة بدليل ومن ذريتي إبراهيم آخر عمره صار عنده ذرية آخر عمره الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق مو على الصغر على الكبر زين وإبراهيم أول عمره كان عنده نبوة آخر عمره صار عنده ذرية آخر عمره يصير إمام إبراهيم خو يتكامل يو والعياذ بالله يتسافل ويتكامل لما يحصل إمامة من بعد 60 سنة نبوة يعني الإمامة شنو مقام أعظم بنص القرآن الكريم هذا المقام ما يعبر عن علي بن أبي طالب أهون عندي من هذا النعل شلون يصير علي بن أبي طالب يعبر عن هذا المقام في نهج البلاغة أيضا موجود لا يرقى إلي الطير ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير هذا مقام الإمامة ينحدر عنه السيل ولا يرقى إليه الطير لعلوه فمن يقول إن إمرتكم مو إمامة الإمامة الإلهية إن إمرتكم السلطة الظاهرية أهون عندي هاي وسيلة مو غاية حتى أقيم وأدفع حلي بن أبي طالب قال دعوني والتمسوا غيري هاي إمرتكم
أقدر أشتغل من خلالها وأخدم الدين أهلا وسهلا، ما أقدر أكو طريق آخر أستفيد منه لخدمة الدين، هاي مو فشي مهم عندي أنا، حصلت كل الزين، ما حصلت عندي طرق أخرى أستعملها لخدمة الدين. إمام الحسن ما تنازل عن إمامه، سليمان كان نبي وكان حاكم، لو أخذ الحكم من سليمان من قبل خصومه وأعدائه يعني النبوة راحت؟ شنو الربط؟ سليمان يبقى نبي بس أخذوا منه السلطة الظاهرية، هاي شنو ربطها بذيك؟ الحسن عليه السلام نفس الشيء، سلطة ظاهرية نقدر نأخذها الظروف تسمح ونشتغل من خلالها أهلا وسهلا، ما نقدر نشوف غيرها طريق آخر غيرها. السواء جعفر الصادق عليه السلام أهل السلطة الظاهرية لسووه ولا لليوم يقدرون يسووه، 4000 فقيه رب جعفر الصادق كما يذكر الشيخ المفيد في الإرشاد. الكوفة حاضرة إسلامية عريقة، بل حاضرة تاريخية، بل حاضرة كونية. الكوفة خصوصا مسجدها اللي آدم صلى بي، نوح صلى بي، الأنبياء صلوا بي، إدريس صلى بي. يدخل بي واحد يقول 900 شيخ حسبت حدثني جعفر، 900 شيخ يعني 900 حلقة درسية. يعني شايفين طلبة الحوزة بمساجدنا القديمة بالنجف شو يدرسون؟ أستاذ أمام طلبة يقعدون داير مع دايرة، هو يشرح لهم، هم يسمعون، يناقشوا، يسألوا، يجاوبهم، يسألهم، وعلى الطريقة هذه. هسه هذا الشيخ عنده 20 طالب، ذاك 30، هاي الدائرة بيها 50، ذيك الدائرة بيها 100 طالب. يقول 900 شيخ يقول حدثني جعفر بن محمد، كل شيخ أكو عنده شنو؟ حلقة كاملة طلبة، من يدري كل حلقة هم كم طالب بيها، دول كلهم يسمعون حدثني جعفر ابن محمد. شنو يعني إيصال الحق متوقف على السلطة الظاهرية؟ أبدا، أهل البيت ما كان عندهم هاي السلطة وأوصلوا الحق، وبدليل وجودكم أنتوا اليوم هاي الحق بقى بفضلهم وبجهودهم وبجهادهم وبأتعابهم وبأتعاب شيعتهم والجهود اللي بذلوها والفقهاء والعلماء اللي ربوهم، جماعة الصالحة اللي بنوها عليهم السلام، هذا الحق باقي إلى اليوم وإن شاء الله باقي إلى يوم القيامة ببركة أهل البيت عليهم السلام. فرق بين سلطة ظاهرية وبين إمامة. الحسن شلون تنازل عن إمامة؟ أي إمامة تنازل عن الحسن؟ أي إمامة تنازل عن الحسن؟ سلطة. فمعاوية كذب على الإمام، الإمام عليه السلام بيّن كذب معاوية، بعدين جاب آيات السبق الإمام وربطها كلها بأمير المؤمنين عليه السلام، وبعدين الإمام الحسن بيّن شيء مهم البارحة توقفنا عنده وما كملنا الكلام فيه. الإمام قال له شوف يا معاوية وسمعوا أنتوا يا مسلمين، لو الأمور ماشية مثل ما رب العالمين قالكم والنبي لكنتم في أمان على كل المستويات. والبارحة قلنا الإنسان يحتاج إلى أمن وأمان نفسي، يحتاج إلى أمن وأمان فكري، يحتاج إلى أمن وأمان اقتصادي، يحتاج إلى أمن وأمان اجتماعي، صحيح ولا؟ وعرفنا كل واحدة من هذه زين. الإمام عليه السلام في كلامه جمع كل ذني المعاوية، قال له الأمور ماشية ويا علي بن أبي طالب وياي وحسين وإلى آخره، ذني كل توفر للمسلمين ولا عاشوا في سعادة إلى يوم القيامة، ولكن بما أنه الأمور تغيرت هذا اللي صار، ذني كلهن فقدا بشكل عام، فقدا، لا أمن فكري موجود ولا أمن نفسي موجود ولا أمن اجتماعي موجود ولا أمن شنو اقتصادي هم كان موجود، كل ما كان موجود، لأن الأمور صارت بيد الظلمة وبيد الفاسدين وإلى آخره. هاي النتائج هذه، أن يحكمها مثل حجاج، يو يحكمها مثل مروان، لو يحكمها مثل هشام بن عبد الملك، يو عبد الملك ما أعرف شنو، يو النماذج هاي اللي ما كانوا يحلمون أن يوصلون. هكذا قال له الإمام عليه السلام. هنا أنا شنو قلنا؟ قلنا هذا الأمن القرآن بين مرتكزاته يا ولاد؟ جواب نعم، بآيات. مثل شنو هاي الآيات؟ البارحة قرأنا لكم آية من هاي الآيات إذا يتذكر الأحبة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، شنو صار؟ كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. كل شرح منها هاي كفرت بأنعم الله، أعظم أنعم الله النبي ووصية النبي والإمام، أعظم أنعم الله. يوم الغدير أتممت عليكم نعمتي،
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم في آية أخرى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الصديقين يشمل أئمتنا، الشهداء يشمل أئمتنا، الصالحين علي بن أبي طالب بالقرآن صالح المؤمنين كتبنا وحتى في بعض كتب غيرنا دباوعلي هاي القرآن يعبر عنهم أنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم، وهم النعمة اللي هم الخلق يسأل عنها يوم القيامة واللي تمت بيوم 18 ذي الحجة. في الواقع هاي النعمة إذا كفر بها الإنسان الله يذيقه لباس الجوع والخوف، وهاي الآية تحققت بشكل عملي بالمسلمين لما كفروا بأنعم الله، مو فقط بالسابقين، هذه سنن، السنن مثل ما تمشي على السابقين تجري علينا وعلى الآتين، لن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لسنة الله تحويلا، مثل ما جرت على الماضين تجري على الموجودين وحتى على الآتين، سنن قوانين هذه تحكم الجميع، تفتولي بالله. الأمة الإسلامية الله أذاقها لباس الجوع وأذاقها لباس الخوف لأن كفرت بأنعم الله، وآيات الغدير توضح الكفر بأنعم الله بشكل واضح وصريح. آيات الغدير يا أيها الرسول بلغ ما أنزلك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قوم الكافرين شنو دخلهم؟ شنو محلهم من الإعراب؟ القوم الكافرين شنو محلهم من الإعراب؟ هم راجعين من مكة حجة وداع، يصلون يصومون جاي من مكة، كافرين شنو كافرين؟ هاي اللي إمامنا الصادق يقول الكفر في القرآن إلى خمس أقسام، الكفر في القرآن إلى شنو؟ واحدة من أقسامه، يوم من أنواعه، يوشري تعبر عبر الكفر بالنعمة الإلهية، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، هاي كفرتم في مقابل شكرتم بالنعمة. أكو كفر بالإيمان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وعلي بن أبي طالب برز الإيمان كله، اللي يكفر بعلي بن أبي طالب الله يحبط عمله، ومن يكفر بالإيمان، والنبي بكتبنا وكتبهم، هاي الروايات عندنا وعدهم، برز الإيمان كله عدنا وعدهم مو فقط عدنا، ومن يكفر بالإيمان، النبي يقول الإيمان كله علي بن أبي طالب، سورة المائدة تقول المؤمنون علي بن أبي طالب، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، علي بن أبي طالب، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله كل أعمالكم الظاهرة والباطنة، والمؤمنون أهل البيت هو المؤمنين العاديين ما يشوفون الأعمال ما ظهر منها، ما ظهر لعله يشوفها يجد عليها، ما بطن شلون كل الأعمال، كل الأعمال يشهدون عليها، شو الحكي هذا؟ عبر عنهم مؤمنون. يوم يقول المنافقون والمنافقات، هاي يوم القيامة، عرصات القيامة، للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يا الذين آمنوا ينورون عرصات القيامة، يا الذين آمنوا، الذين آمنوا اللي قال فيهم لما تقولون ما لا تفعلون ذولا، لو يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه ذولا، يو يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاء الكلام بالمن ذولا، ذولا مو ذولا، واضح مو ذولا، الإيمان كله، المؤمنون الكمل ينورون عرصات القيامة، يعني هب النبي وآله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. هاي أمتنا قالوها برواياته، من دون ولايتنا ماكو شيء مقبول، قالوها أمتنا عليهم السلام، بل رواياتهم في ذلك الشكل تواتر أنه الولاية أصل. أقول إن الله لا يهدي القوم الكافرين، يا كافرين هم راجعين من مكة، يا كافرين، كافرين بالنعمة اللي هي علي بن أبي طالب، نعمة، يكفر بأنعم الله الله يذيق لباس الخوف والجوع، وهذا صار صار. سأل سائل بعذاب للكافرين، زين شو الكافرين؟ هو يقول أمرتنا بالصلاة فصلينا، بالصوم فصمنا، زكاة زكينا، حج راجعين منه، للكافرين شنو؟ يا كافرين ذول، أمرتنا بالصلاة فصلينا، يا كافرين، كافرين بالنعمة، كافرين بالإيمان، كافرين بالولاية لأمير المؤمنين، مسلم هو، هو مسلم بس كافر بالإيمان. شلون قالت الأعراب؟ قل، ولما يدخل الإيمان قولوا أسلمنا، لكن قولوا أسلمنا، لا تقولون آمنا، قولوا أسلمنا، تكافرين بالإيمان وكافرين بالنعمة، بعد مؤمنين شنو مؤمنين؟ قولوا مسلمين،
مسلمين قول، لا تقولون مؤمنين. وإلا للكافرين شنو؟ لا يهدي القوم الكافرين في تلك الآية شنو؟ شنو؟ بل في الآيات هاي الآيات كتبنا وكتبهم قالت بعلي بن أبي طالب يوم الغدير. أما في الآيات اللي برواياتنا الشريفة قالت نزلت يوم الغدير، كتبهم ما موجودة الآخرين، بس بكتبنا أئمتنا قالوا هاي نزلت يوم الغدير. مثل قول الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. راجعوا برهان سيد هاشم البحراني رحمه الله، لما سمعوا الذكر، لما سمعوا النبي يقول من كنت مولاه، أئمتنا هيك قالوا. القرآن يعبر وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون أنا مجنون. جنب ابن عمه، أئمتنا قالوا عليه السلام جنب ابن عمه. القرآن يعبر الذين كفروا، أي الذين كفروا؟ راجعين من مكة، هم كافرين بالنعمة، كافرين بالإيمان بالولاية أحسنتم، وإلا شنو؟ مسلمين. يكفر أمير المؤمنين بالإمام الحسن بالإمام الحسين، النتيجة جوع وخوف، جوع وخوف. أمن ماكو، لا فكري ولا اجتماعي ولا نفسي ولا اقتصادي، ما موجود. وإلا أنت بعد قتل الحسين شنو صار بالمسلمين؟ بالله شنو صار المدينة؟ شنو صار بيها سخوة؟ الحكي معروف عندكم. المدينة شنو صار بيها؟ مكة شنو صار بيها؟ العراق شنو صار بيه؟ شنو صار بيه؟ بقى إنسان سالم على دمه، على عرضه، على ماله، على بده. ظلم استباحه كل شيء، كل شيء. هذا البين الإمام الحسن عليه السلام. هذه آية، أكو آية أخرى إذا تلتفتوا لي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. فهي مرتكزات الأمن الإنساني في القرآن اللي أشار لها الحسن في خطبته أمام معاوية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. إذا كفروا وعصوا نفتح عليهم بركات، يو العكس، هم يشتغل لباس الخوف والجوع. هسه احنا البارحة قرأنا الإمام الحسن شنو قال، لو أن الأمور ولوها لعلي بن أبي طالب. وشوف الزهراء عليها السلام شنو قالت، حتى نسوي مقارنة بين ما قالته الزهراء وبين ما قاله الحسن عليه السلام. الزهراء عليها السلام هيك قالت، التفتوا لي بالله، في خطبتها الثانية بالنساء، مو الخطبة الكبيرة بالمسجد. وما الذي نقموا من أبي الحسن؟ علي بن أبي طالب ذولا ليش يكرهوه ما يحبوه ضايجين منه على شنو؟ نقموا والله منه نكير سيفه، ضربت خراطيم الكفر بسيف حتى قالوا لا. هذا خلاوي يكروا علي بن أبي طالب، هذا خلاوي يكروا علي بن أبي طالب نكير سيفه. زين، وقلة مبالاته لحتفه. زين بعد، ونكال وشدة وطأته، ونكال وقعته. الزهراء تقول وتنمره في ذات الله. زين هنا لا اسمع الكلام، هذا قال الحسن البارحة. وتالله تقول الزهراء لو مالوا عن المحجة اللايحة وزالوا عن قبول الحجة الواضحة لردهم إليها. إذا عافوا الطريق من يرجعهم؟ علي بن أبي طالب يرجعهم. زين، وحملهم عليها ولسار بهم سيرا سجحا لا يكلم حشاشه ولا يكل سائره ولا يمل راكبه ولأوردهم منهلا نميرا صافيا رويا. لو الأمور صايرة علي بن أبي طالب يخليهم يشربون وشالة، لو يشربون من عين الماء الصافية. من المنبع، نعم من المنبع علي بن أبي طالب. بس هم الآن يشربون من ماء كدر وسخ وسخ. شلون الزهراء قالت لهم في الخطبة الكبيرة
أخ شلون حكي حلو هذا واحد، وليش أقول واحد يكون يقضي عمره يتعلم ذني الحكايات؟ هسه ما أذكر العبارة بالنص بس مضمونها، الزهراء كانت تقولهم أنتوا قبل أبويا ما كنتوا تعرفون تخلون ساقية شربكم وساقية الحيواناتكم، تشربون من نفس الساقية أنتوا. الساقية تشرب منها بهائمكم، أنتوا تشربون منها. إجا أبوي حتى هاي علمكم إياها. سواكم أمة أبوي، أمة من الأمم سواكم. سواكم حضارة أبوي. الزهراء تقولون في خطبتها أنتوا قبل أبوي كنتم موطئ الأقدام. يا هو يسحبكم برجلين. أمة أمية جاهلة كل شيء ما عندها، يا هو يسحقها. وعايشين على السلب والنهب، القوي ياكل الضعيف. شنو عندكم؟ اجى ابويا سواكم امه سواكم، فانقذكم الله بابي محمد. شوف هنا الامام شنو يقول عليه السلام، او الزهراء العفو شنو تقول؟ تقول ولا اوردهم منهلا نميرا علي، لو الامور بيده، صافيا رويا تطفح ضفتاه ولا يترنق جانباه ولا اصدرهم بطانا. شاملاكم ملاكم، هم على مستوى الجانب المادي وهم على مستوى الجانب المعنوي. زين، ونصح لهم سرا واعلانا الى اخر كلامها سلام الله عليها. هذا البارحه منو قاله؟ الامام الحسن عليه السلام. يعني الزهراء الطريف، الزهراء بعد هاي الكلمات استشهدت بقوله تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم. اقرا خطبتها الثانيه، شوف من بعد هاي الكلمات استشهدت بهاي الايه، امنوا واتقوا. الايمان كله على ابن ابي طالب، والتقوى بالقرآن دائما يرتبط بأهل البيت. أجيب لكم كم نموذج. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. التقوى بيش ارتبط هنا؟ بالكون مع الصادقين. اللي الفخر الرازي هنا قال يا جماعة الكون مع الصادقين لما يكون مطلق، ذول الصادقون كون يصيرون شنو؟ معصومين. وإلا شلون رب العالمين يقول صيروا وياهم بكل حال وهم غير معصومين؟ يعني ذولا إذا عصوا رب العالمين يأمرنا بالكون وياهم بالمعصية يصير؟ ها؟ ما يصير. فشنو الحل؟ هنا الفخر الرازي هاي الآية، وآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، هم الفخر الرازي قال ذولا لابد يكونون معصومين، وإلا شون إطاعة مطلقة مثل إطاعة النبي؟ هسه وبعدين تخلص منها بمجموع الأمة، مجموع الأمة ذات اتخذت قرار. زين هو رب العالمين قاعد يخاطب مجموع الأمة يقولها كونوا مع الصادقين، فشلون يقول المجموع الأمة كوني ويا مجموع الأمة؟ أنا ما قاعد أعرف. هو قاعد يقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا يعني منو؟ مجموع الأمة. كونوا مع مجموع الأمة شلون يصير؟ أنا ما قاعد أفهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. دائما التقوى من يذكر بالقرآن يذكر مع النبي وآل أهل العصمة. عفتوني لو بعدكم وياي. مثلا تقول لي يا أخي هاي آية واحدة، لا مو آية واحدة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. دخلي الآيتين شوي تأملهن. اتقوا الله كونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ابتغوا إليه الوسيلة. تطلع بنتيجة. آية ثالثة، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. أتوا البيوت من أبوابها يعني شنو؟ يعني كونوا مع الصادقين. أتوا البيوت من أبوابها يعني شنو؟ ابتغوا إليه التقوى كونوا تقوى، ابتغوا تقوى، أتوا البيوت من أبوابها. وحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها ثابت عند الخاص والعام، من أشهر أحاديث النبي في أمير المؤمنين عليه السلام. أنا مدينة العلم علي بابها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وعلي الباب.
تقوى الله عبادة الله لابد تتكئ على معرفة صحيحة، والمعرفة الصحيحة ما يحصل الإنسان إلا من خلال النبي وآله. من أراد الله بدأ بكم، من وحده قبل عنكم، من قصده توجه بكم. بعد أكو مرتكزات القرآن يبينها، وعد الله الذين آمنوا منكم. شلون آية هذه؟ هاي الآية غاصة بالمعارف، متخمة غاصة بالمعارف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. آدم إني جاعل في الأرض، يا داود إنا جعلناك خليفة اخلفني في موسى الهارون. كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شلون آية؟ الله وعدهم. ذول الذين آمنوا استولفنا عنهم قبل شوية بأول المحاضرة، الله وعدهم أنه يستخلفهم بالأرض، واحد بالظهور والرجعة، اثنين يمكن إلهم دينهم اللي ارتضى إلهم. سؤال، الدين شو وقت الله ارتضى للمسلمين؟ ولا 18 ذي الحجة، واضح الشفرة بالآية واضحة، دين 18 ذي الحجة الذي ارتضى لهم، رضيت لكم الإسلام دينا. بعد وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. والبارحة قرينا الإمام الحسن يقول قدام معاوية، يقول لمن مات النبي لليوم إحنا مخيفين مظلومين. قرينا البارحة يولا مخيفين، شنو يعني مخيفين؟ الإمام يقول عليه السلام وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لا على مستوى الشرك الأكبر اللي يطلع الإنسان من الإسلام، ولا على مستوى الشرك المعصية اللي الإنسان إذا استمر عليه من دون توبة يصير فاسق. والإنسان إذا ما أشرك بالله لا على ذاك المستوى ولا على هذا المستوى، إيش راح يصير؟ معصوم. في القرآن الكريم أكو آية الذين آمنوا، شو الحكي هذا؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بأي ذنب، لأن كل ذنب في القرآن، القرآن يعتبره شنو؟ ظلم. الشرك ظلم، كل ذنب ظلم. راجعوا موارد الظلم بالقرآن، مجموعة الذنوب كلها. آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، معصومين يعني. هاي في سورة الأنعام، معصومين يعني العصمة. هاي الآيات والملفات كلها يجيك جاهل صعلوك يقول أتحداك، ويطلع بالتلفزيون كل وقاحة وصلافة يعني. إذا يعني والله ما تعرف شنو تقول، واحد يكون يعني سيطر على نفسه يعني، ما تعرف شنو تقول عنه يعني، هذا ما أعرف شنو يقول. أتحداكم الشيعة تجيبوا لنا آية بأئمتكم يوم الإمامة في القرآن، أتحداكم. إيش تحكي هذا يعني؟ شو تجاوب هذا يعني؟ شو تقول لهذا يعني؟ والله شيء غريب يعني، هيك صلافة ووقاحة أو هيك جهل يعني، غريب من نوعه، غريب من نوعه. أتحداكم يقول، أتحدانا أتحدانا على شنو؟ إحنا هم شغل وعمل ما عدنا نقبل تحدي أمثالك يعني، أضيع وقتي مع أمثالك يعني؟ طبعا سلاما سلاما، طبعا والله حتى سلاما ما يستحق، والله ما يستحق. شنو هالنماذج هذه؟ أتحداكم تجيبون آية بأمتكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. السهم زين بالبخاري، لا أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله، زين بالبخاري ومسلم موجودة. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، يهدد بيهم رب العالمين، يقول لي أتحداك تجيب لي آية بإمامك. وبالبخاري علي بن أبي طالب الله يحبه، هو يحب رب العالمين، وهذا واحد من ذول القوم، وأكو وراه 11. حاجي هذا ايش تقول له هذا؟
هاي هم آية مرتكزات الأمن الإنساني في القرآن، هاي هم آية اللي جرنا لذلك الإمام الحسن عليه السلام. أما مصاديق هذا الأمن في القرآن كثيرة. من الآيات بسرعة حتى أرجع الكلام الحسن بسرعة، كم كلمة أرد أقولها وأروح المصيبة في 3 دقائق 4. مثلا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وشنو وآمنهم من خوف. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. مصاديق هذا الأمن في القرآن، ذيك مرتكزات، هاي مصاديق. يا رب اجعل هذا بلدا، رب اجعل هذا بلدا، مو رب اجعل هذا البلد. اكو رب اجعل هذا البلد آمنا، واكو رب شنو اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله. أما رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هاي اجنبني وبني، هو كان جايب ويا إسماعيل يو إسحاق من كان يبني البيت، إسماعيل وبني يعني منو بعد زيد عبيد وبني إسماعيل وأولاده أن نعبد الأصنام. ولهذا سيدهم سيد أولاد إسماعيل وسيد الأولين والآخرين. القرآن الكريم يخاطب تقلبك في الساجدين واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، تقلبك في الساجدين، ما زلت أنقل من صلب طاهر إلى رحم مثلا مطهر، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، تخاطب سيد الشهداء عليه السلام. المهم مصاديق أخرى كثيرة إلها وقتها. آخر شيء يقول الإمام الحسن عليه السلام وأسألكم الدعاء. الإمام يقول لو أن الناس سمعوا قول الله لأعطتهم السماء قطرها والأرض بركتها ولما اختلف في هذه الأمة سيفان ولأكلوها خضراء خضرة إلى يوم القيامة. زين، إذن وما طمعت فيها يا معاوية، ولكنها أخرجت سالفا من معدنها وزحزحت عن قواعدها، مع الأسف تنازعتها قريش بينها وترامتها كترامي الكرة، حتى طمعت فيها أنت يا معاوية. شلون دنيا عوجة يبغونها عوجة، اللي الخلافة وصلت أن أنت شنو تطمع بيها. شلون هزلت يعني، شلون هزال هذا اللي وصلت المعاوية طليق ابن طليق ابن طليق أمن العدل ابن الطلقاء. زينب تقول طليق ابن طليق. زين، وأصحابك من بعدك، وقد قال رسول الله يا معاوية شنو، ما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا. حلو، كل أمة من الأمم، كل أمة من الأمم تأمر واحد عليها وأكو من هو أعلم منه، هاي الأمة تتقدم لو ترجع لورا ترجع لورا. النبي هيك يقول صلى الله عليه وآله، زين حتى يرجعوا إلى ما تركوا. ولقد بعد الإمام يقول ولقد تركت بنو إسرائيل هارون أخاه وخليفته وزوا عكفوا على العجل. اللي يعوف هارون وين يروح؟ للعجل. وأطاعوا فيه سامريهم وهم إلى آخره. وقد سمعت هذه الأمة رسول الله يقول ذلك لأبي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وقد رأوا رسول الله حين نصبه لهم بغدير خم وسمعوه ونادى له بالولاية، ثم أمرهم أن يبلغ الشاهد منهم الغائبة، وقد خرج رسول الله إلى آخره إلى آخره. بعدين يقول لا، آخر شيء أقول حتى رح مصيبة، وقد خذلتني الأمة وبايعتك، وقد خذلتني الأمة وبايعتك. فهاي الأمة راح تصعد للنجم وتصير موطئ أقدام، ترجع موطئ أقدام مثل ما كانت. ولليوم مولانا مغسول حظها وسيء طالعها إلى أن ترجع الأمور نصابها، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما نقطر السطور. هذا الحكي كله زين. وقد خذلتني الأمة وبايعتك يا ابن حرب،
ولو وجدت عليك أعوانا يخلصون ما بايعتك. وقد جعل الله هارون في سعة حين استضعفه قومه وعادوه، وكذلك أنا وأبي في سعة من الله حين تركتنا الأمة وتابعت غيرنا ولم نجد عليها أعوانا، وإنما هي السنن والأمثال يتبع بعضها بعضا. ثم قال أيها آخر حكاية، أيها الناس يا جماعة يا مسلمين، إنكم لو التمستم بين المشرق والمغرب رجلا جده رسول الله وأبوه وصي رسول الله لم تجدوا غيري وغير أخي. لو تدورون الكرة الأرضية كلها غيري وغير أخوي ما تلقون جد محمد وأبوه وصي رسول الله، بس أنا والحسين. فاتقوا الله ولا تضلوا بعد البيان، وكيف بكم وأنا ذلك لكم، وإلى آخره. ثم تلا قوله تعالى وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، إلى آخر كلامه عليه السلام. تحظ ما بيكم مثل ما قال عنكم أبويا علي بن أبي طالب، معرفة والله جرت ندم. أنا متندم على شوفتكم وعلى معرفتكم، أنا متندم على معرفتكم. إيش علي بن أبي طالب قال؟ حظ ما بيكم أشباه رجال، أبويا قال عنكم يا أشباه الرجال ملأتم غير ذلك، ونفس الحكي نفس. هاي النتيجة الإمام الحسن عليه السلام. وإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. المهم وراح الإمام للمدينة، ترك الكوفة وراح اشتغل معاوية بالعمل ضد الإمام الحسن واغتيالات متكررة للإمام الحسن. كم مرة الإمام سقي السم لعلم الأحبة ونجا منه. يظهر آخر سم اختاروا الهياء بشكل خاص، يعني حسب الظاهر قريت في بعض المصادر جابوا الهياء ماذا ملك الروم ما أعرف شنو، قال له هذا سم ينجو منه إنسان إذا أخذه، وهذا احنا نطيع يعني لدى اعدائنا يريد يقاتلنا يحاربنا كذا. وهاي الخبيثه خلتها للامام هسه بلبن بشيء اخر، كتب التاريخ تذكر. وشرب منه الامام عليه السلام، لما شرب منه صار اللي صار. قالها قطع الله كبدك كما قطعتي كبدي، قطعت أحشائي يعني، قالها أحشائي تقطعت من حرارة السم، قطعت أحشائي. الأخوة يلحون علي مصيبة مصيبة، كثرنا النعي كثرنا الدمعة كثر. الليلة عندنا وقت الليلة نقرب راحتنا إن شاء الله تعالى، بس أنتوا قلوبكم كون مستعدة والله يستاهل أبو محمد حقيقة، يستاهل الإمام. المظلوم كلش مظلوم يا أخي، يعني أنت الآن لو تلقي نظرة على البقيع الآن، شوف إحنا شهادة مثلا الإمام الجواد الإمام موسى بن جعفر، نروح نزور نرتاح، العسكريين نرتاح، علي بن أبي طالب نرتاح، الحسين، الإمام الرضا عليه السلام، غير إلا هالأئمة ذولا الأربعة. فاجعه يعني ذولا، والله فاجعه. ينقل عن السيد محمود الشاهرودي رحمه الله، المرجع اللي كان في زمن السيد محسن الحكيم، أنه لما دخل إلى البقيع وكان بعض تلامذته وياه، نظر إلى البقيع قال لهم ليتني لم آتي إلى هذا المكان، ليتني لم آتي إلى هذا المكان وأشوف هالمنظر هذا، يعني أربعة أئمة معصومين بهالحالة هذه، واحد يعني ما يتمنى يشوف هيك منظر حقيقة يعني. وشلون أئمة الحسن المجتبى زين العابدين باقر علم الأولين والآخرين، جعفر ابن محمد إمام العلم والعلماء. الله أكبر، واحد يعني واحد يلطم على رأسه والله العظيم. في بيوت أذن الله أن ترفع، ذولا فهموها تهدم مو ترفع، الله يقول ترفع هم يقولون تهدم. لمن القبور الدارسات بطيبت، عفت لها أيدي الشقاء آثارا، قل للذي أفتى بهدم قبورهم أن زوف تصلى في القيامة نارا. والله نارا،
ولك أعلمت أي مراقد هدمت غاية للملائك لا تزال مزارة يا مزارة مزارة. دسوا إلى إمامنا الزكي سما قاتلا أخذ إمامنا يجود بنفسه دخل عليه الحسين لما نظر إليه وقد تغير لونه بكى قال ليش تبكي أبا عبد الله. الرواية موجودة في البحار مو عواطف أسولف لكم حتى أبجيكم رواية هاي في البحار موجودة هاي دول الحسينيين الله يحفظهم يكتبوها على القطع الخطباء يقولوها هاي الإمام الحسن قال ليش تبكي أبا عبد الله قال له شلون ما أبكي وأشوف أشوفك بهذا الحال يا أبا محمد تغير لونك قال أبا عبد الله إن كنت باكيا فابكي نفسك فلا يومك يومك يا أبا عبد الله. هاي الحكاية للحسن إذ يزدلف إليك ثلاثون إلى آخر الرواية الشريفة. المهم جيب لي طشت أبا عبد الله قال له أحشائي تتقطع أنا جاب لطش طرقة الباب من الطارق زينب على الباب يا حسين نحل طشت عني. الله لا يحرمنا منك يا أبا عبد الله ولا يحرمنا من مجالسكم أهل البيت نعيش ونموت بهالمجالس إن شاء الله النجاة بهالمجالس وحق هو الحسين. يا حسين نحل طشت عني خواتك يا أبو السجاد جني يا بقي جني يردن يشبع نشوف مني ويردن يا اخويا يود عني. دخلت زينب علي السلام بعدني بحزن يوم الباب يا اخويا ما انزعت الاسود على الزهراء وعلى ابن ابي طالب تجيني مصيبته. ظلت بين ابو محمد وابو اليمه لجن قوس الدهر ما يخلي هاللمه ليشن على الحسن وبكبد تسمى ويا قلب العقيله ما خلص صبره. امام الحسن قالها زينب هذا طشت واكو طي الثاني تشوفين براس الحسين. إمامنا الحسن أوصى وصاياه من وصايا قال للحسين خذوني إلى قبر جدي رسول الله أريد أدفن عند رسول الله. ابنه 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 من حقه يندفن يمه. إذا منعوكم من ذلك خذوني إلى البقيع أبا عبد الله ودم ليسير في تشييعي. ثم أكمل وصاياه وقضى إمامنا مظلوما مسموما رحم الله من نادى وحسنا. أريد للبقيع للبقيع رحم الله من نادى ومظلوما. أبو محمد قضيب سم الغدور وقلب كل شيعي غدا الأجل جمور لا كانت شيع بيبة وكل قدور وحفرة والجسم الإمام أحسن قبور بس أبو اليمة البقى بلا يستور وزينب الحرة خذوها للسوق. وحدة من وصايا الإمام الحسن قال له غسلني يا أبا عبد الله وحنطني بفاضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا فاضل حنوط رسول الله الحسين عنده بي موقف لما دنت الوفاة من رسول الله نزل جبرائيل بحنوط من الجنة أنطال علي بن أبي طالب وقال له يا علي تزود منا بقية لابنتي فاطمة وتزود منا بقية إلك وللحسن. وسكت رسول الله صلى الله عليه وآله. حسين كان بجانب أمه قالها أمه جدي ما ذكرني بحنوط الجنة. فاطمة سألت النبي قالها الحسين ما يحتاج. ولهذا يوم العاشر زينب قالت له لا تابوت عندي ولا قبر محفوظ
قلوبنا توجعنا عليك أبا عبد الله، وحق أمك الزهراء توجعنا قلوبنا عليك. لا تابوت عندي ولا قبر محفور، لا ماي وسدر يحسين لا كافور، خويا لا كافور نايم على الرمل والرمل حاري يبور. أبا عبد الله أدى الإمام الحسن الإمام الحسين بتجهيز الإمام الحسن، أكمل تغسيله وتكفينه، وضعه على السرير ورفعه، راد يطلع من البيت لأن المسلمين ينتظرون تشييع الإمام. وإذا بصوت من خلف الحسن ريض لي يا شيال نعشة يا بيا شيال نعشة، أنا بدموع عيني أردرش يا بردرج يا حسين صار البيت وحشة. الحسن ما هو البيت وحشة يا أبا وحشة، وام كلثوم هل تصرخ بدهشة والله شيال نعش خوي ون يردن خواتي ودعن بعد ش يردن ويردن يشب عن شوف من أولا يخون الراح من حسين. قال ما يخالف قضية ذني متأذي يا زينب متأذي على أخوه نزل النعش بجت عليه. قال زينب هاي الناس منتظرة بالباب واقفة والدنيا حارة كافي بعد خلنا نطلع التشيع. قلت له خش. طلع نعش الحسن وطلعت المدينة كلها بتشيع الإمام عليه السلام، كلها تصيح وحسنة نسوان ورجال وأطفال كلها تصيح وحسنة كلها محصلة من خير الحسن ومن كرم الحسن ومن جمال الحسن وكلها متفضل عليها الحسن. كلها طلعت تبكي على الإمام، ضجت المدينة بأهلها، جابوا القبر جده ومن حقه يندفن يم قبر جده. طلعت ذيك الإمرأة المعروفة وياها الوزغ مروان وقالوا لا تدخلوا دار من لا نحب، ممنوع الحسن ممنوع. ثم سلطوا سهامهم على نعش إمامنا الحسن. الحسين عليه السلام كظم غيظة وقال للعباس أصبر، وسكت أخوته وأهل بيته وقالهم هاي وصية الحسن، وأخذه إلى البقيع دفنه وجلس على قبره باكيا. وهاي ظلامة لأن الحسن كان يريد يندفن يم جد رسول الله، ظلامة هاي هو وليده ابنه. النبي كان يقول اللهم إني أحبه فأحبه. الحسن أنا أحبه كان يقول النبي صلى الله عليه وآله، ما احترموا الله ما احترمهم جل وعلا. ولهذا سلط عليهم اللئام والظلمة فساموهم سوء العذاب ويستحقون وحيل وياهم. إي والله. المهم رجع الحسين للبيت قعد. زينب قالت له أخويا يم قبر جده؟ قالها لا بالبقيع، تأذت انهضمت. قالت له رغبت يم قبر جده؟ قالها بعد صار اللي صار. زينب بكت والعين عبره يا بعبر شاعر يقول زينب بكت والعين عبره لحسين جد قعدت كترة يا بلحسين جد قعدت بكترة تقل عليك امك الزهره. ايش رايده يا بتقل عليك امك الزغره خويا دلنا على خويا وين قبره. شلون حكي هذا مؤلم. والله خويا دلنا على خويا دلنا على خويا وين قبره انا ارد اصل يمه واخبره. للحسن ارد اوصل. شو تقول لي له
أنا أرد أصل يمه وخبره كسرني زماني شلون كسره. أخويا راح، أخويا الكبير راح. يا يابا كسرني 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 زماني شلون كسره. أقولها يا زينب مصيبة الحسن كبيرة، ولكن مو غريب السافر وعاف الوطن، الغريب البقى ثلاثة بلا كفين. وين ما نروح نرجع لك أبا عبد الله. مو غريب السافر وعاف الوطن، الغريب البقى ثلاثة بلا كفن، ما تغسل ما تشيع من دفن. بعد وبعد كتل انفصل راسه من البدن، والخيول الضابحة عليه الكدن، والأشد منها المصايب والمحن، ويا ذباحة خواتك يسرن، ينتخن ويصيحن وينعن لجن، بالسياط يسكتوهن لو بجن لو بجن لو بجن. خويا انا رايحة والنوق ضلعه، ياهو اللي يفزع لي من فزعه. ماكو اهل غيرة، اهل غيرة اكو؟ والله ماكو، والله ماكو. انا دوم اجيب هاي المصيبة عندي بعد خمس دقائق، حتى لو اضوجكم الليلة تعبكم ما يخالف، اريد نقرأ شوية آخر ليلة ختام، تحملونا خمس دقائق بعد ما أطيل أكثر. أنا دوم أقرأ هاي القصة وتأذيني. أبو ذر بالربذة من يم بنيته ذرة، أنا سامعها من كبار الخطباء الله يرحم أستاذنا شيخ محمد سعيد المنصور الخطيب الأديب، كان هواي يقرأ هاي القصة. يقول هاي ذرة أبوها قالها، قالها أنا من نموت هنا بالصحراء الله راح يدس قافلة مع المؤمنين يدفنوني إلى آخره، فأنت لا تخافين بنتي، بنت أبو ذر من نفو بالربذة. يقول ومات أبو ذر وهي وقفت على قارعة الطريق، ما أدري بالصحراء، شافت قافلة أشرت لها، القافلة يقودها مالك الأشتر، والنبي كان قايل لأبي ذر تموت غريب، قال له كان من يدفني يا رسول الله؟ قال له الله يدز لك مؤمنين يدفنوك. فمن أشرت للقافلة مالك قال لهم هاي مرة شعدها بالصحراء، شعدها يخاف ضايعة من كذا إلى آخره، فإجى عليها مر عليها قالت له تعرف أبو ذر؟ قالها الله أكبر شون ما أعرف أبو ذر؟ قالت له أنا بنته. قالها وش حدك هنا؟ قالت له هذا ويا مسجى على التراب، اللي يحب علي بن أبي طالب يموت غريب. هاي ضريبة تحب علي بن أبي طالب، وإلا مثل أبو ذر الدنيا كنت تبكي عليها، مو بالصحراء واحد يريد له واحد يدفنه ماكو، بس هاي غربة تحب علي بن أبي طالب. مالك باوع جماعته قالهم رزق ساقه الله اليكم، شلون نعمل يوم احنا ندفن ابو ذر؟ شنو ها شو التوفيق هذا؟ وغسل ابا ذر ودفنه، لان هاي البنيه صاحت حيهم اهل الغيره المروه. هاي البنيه زينب يوم العاشر ما حصلت مالك الاشتر، زينب صاحت اما فيكم مسلم يرحم هذا الغريب؟ ما حصلت، وهذا ألم يحس بالنفس، ما حصلت واحد. صاحت أنا ماشية والنوق ضلعة، وياهو اللي يفزع لي من فزعة. افتخوتي على القاع صرعة، بحر الشمس عشرة وسبعة، بين الذي مسلوب درعة أخوتي، وبين الذي مكسور ضلعة. بنو المكسور ضلعة؟ يا مكسور ضلعة يا ضلعة، وبين اللذي مقطوع صبحة. يا بتمنيت يمهم أضل أنعى، لكن الحادي قاسي طبعة، حدا بناكتي ومجبورة تبعة. أحم الضائعات بعدك ضعنا، عجل فرج إمام زماننا يا الله. قبل لا أختم شكري لكم، أنا عاجز عن شكركم بهذا الحضور الكبير خلال هالأيام السبعة،
جزاكم الله خير ما قصرتوا. شكر لأهل الفضل طلبة العلوم الدينية، أساتذة الحوزة الكرام اللي حضروا، كفاءاتنا الكبيرة الكريمة اللي نعتز بها من أساتذة الجامعات غيرهم، الله يعزهم ويديمهم ويحفظكم جميعا بالنبي وآله. عجل فرج، أكو لطم الليلة، جزاكم الله خير الكل يشارك باللطم. عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه، اقضي حوائجنا، اشفي مرضانا، يسر أمورنا، اكفنا شر الأشرار كيد الفجار، طوارق الليل والنهار بمحمد وآله الأطهار. المؤسسون تقبل مجلسهم، أوصله إلى إمام زمانهم، اكتبه في صحائف أعمالهم، إلى أمواتهم أمواتكم، أموات شيعة أمير المؤمنين علمائنا الماضين خدام الحسين. نهدي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.